البنات. وكاين هذا الموديل هذا غزال كيف ما كتشوفوا، فيه جوج تلوينات، كاين البوردو والبلوغوا، وفيه ثمن واعر. كل شيء يلبس كيبقى غير ب 200 البنات. قبيات واعرين كيف ما كتشوفوا، كيلبسوا حتى لطاي 50 البنات كبارين، لاكوب ديالهم ايفازي، والثمن ديالهم غير 130 درهم. مرحبا بكم، وكل شيء يلبس. مونطو كاشمير شي حاجه رائعه، فيه جوج الوان، البلو سيال والكري، المقاسات من 42 حتى ل 50. كل دودونات رائعه كيف ما كتشوفوا، طوالين حتى لتحت كيجيو مستيليين، شي حاجه ما نذكروش عليها. المقاسات من 42 حتى ل 52، والثمن مونطوات سولد اليوم عند محل ايمانور غير 300 درهم، والمقاسات من 42 حتى ل 52. وكل شيء يلبس المونطو، وكل شيء تبغى، ولون ينسكفلون البنات. تونيكات ديال الهبال، لا كريشه لا جنيبات، تلبسها المراه الحامله والبنات اللي عندهم مقاسات كبيره. الدبيديبات ديالنا كل شيء يتبرع، والمقاسات حتى ل 56 وغير ب 180 درهم. هاد القويمجات اوريجينال شي حاجه رائعه، والثمن صغد غير 150 درهم. قميجه مونطو، شوميز مونطو، شي حاجه طوب طوب طوب، وغير 150 درهم. كلشي 199 درهم، 199 درهم. هادو حتى هما بسروالهم سورفيطات البنات، اشكال انواع لوينات غزالي، اللي طايح حتى لدوبل اكس ال، وغير ب 199 درهم عند ايمانور. وكلشي يلبس. السلام عليكم، واهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناه ايمانور. كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. البنات كنبدا اول فيديو باش كنقدم احر تعازي الاسره ديال اختي لطيفه من قناه العثمانيات، اللي تبارك الله عليها غنيه يعني التعريف. هذا الصباح هذا وصلتنا الاخبار ديال الوفاه حماتها، كنتمنى والله يرحمها يا ربي، يا ربي تغفر ليها وتغفر جميع المسلمين والمسلمات يا ربي فين ما كانوا، يا ربي ترحمها وتجعل مثواها الجنه يا رب. وان لله وان اليه راجعون. وكن زعما كنقدموا ليها التعازي انا نيابه عني وعن اسره ايمانور ليكيب ديالنا والمتابعين حتى هما. الله يرحمها والله يصبرهم يا ربي تصبرهم، واللي توفى ليه شي حد الله يصبره. ان لله وان اليه راجعون. هذيك هي سنه الحياه، نتمنى كل شيء يكون بوعدك. احوالكم بخير وعلى خير البنات. اول حاجه غادي نبداو بهذه اللبسه. هذه اللبسه كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا، غزاله شي حاجه طوب 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 رائعه. كاين لونسومبل غير هاد التوين هذا، وحنا ماريناها مع البنطلون في بلوغوا، راه كاين ديسبونيبل عندنا في المحل. السروال اللي دائما كنهضر لكم عليه، اللي كيجي فيه فتيحه في الجنب، كيتلبس كلاس وسبور، شي حاجه غزاله البنات. دائما كيف ما عودناكم شي حاجه زوينه وثمن مناسب. ها كيفاش كتجي البنات، التوب ديالها سخيخن، كيجيو لي مونش ديالها بحال هكا، كتجي فيها واحد السنيسله من هنايا، كتجي غير هكايا، غير شويه اللي كتسد بالسنسله باش كتعطي داك الفوليوم هنا. بالنسبه اللي عنده الكريشه، الكريشه ديال جديبات، دائما كنبقاو في هذاك الاطار ديال لاكوب ايفازي اللي ما كتبينش. هاد لابارتي كاملها كتجي مطلوقه، هاد لاكوب هادي كنسميها لاكوب ديال الاميرات، كتحسب اللبسه راقيه ملي كتكون لاكوب ايفازي، وكيكونوا الكتيفات هما هادوك، كتجي رائعه. بالنسبه للكلاس كيبغي بحال هكا العبارات يكونوا هما هادوك، ماشي بحال ملي كتكوني لابسه سبور كتبغي تكون اوفر سايز، كتكون الحاجه مطلوقه، ماشي مشكل. هكا كتجي لبسه رائعه. وبالنسبه للعرض كيف ما قلت لكم، هاد السنيسله اللي جات من هنا كتجي مجموعه من هنا، وكتجي لاكوب ديالها مطلوقه، موديل رائع. وممكن تماريوها مع الشال في البلوغوا ولا فولاغ، انا درت فولاغ، وممكن ديروا لها حتى النوار. ها نتوما حتى شفتوا اللوينات اللي فيها، فيها الكري، فيها جوج انواع ديال الكري، فيها النوار وفيها البلوغوا، يعني اي لون من هاد اللوينات هادو تقدروا ديروه. بالنسبه للسيدات المحتجبات، وبالنسبه لغير محتجبه غادي تلبسها يعني بوحدها، ما تحتاجش اتماري الساك يكون زبيوان وداك. هادوك الحويجات راه كل وحده كتفنن فيهم بطريقتها. المهم اللبسه رائعه كيف ما كتشوفوا، غزاله. والثمن البنات ديال هاد التوين هذا 250 درهم، والثمن ديال البنطلون 130 درهم. والمقاسات البنات بالنسبه لهاد لو او من 42 حتى ل 52، وبالنسبه للبنطلون راه فيه المقاسات من 38 حتى
حتى 52. ولافونتاج ديالو انه كيجي كيتيري يعني كيلبس بنات. وفيها هذا اللون هذا وفيها البوردو ديالها كيف ما كتشوفوا حتى البوردو ديالها غزال. ها كيفاش كيجيو لي مونش، كيجي هاد لو غابيل هذا اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. هادو هما اللونات اللي فيها. انا كنخلي لكم هكا باش اللي بغات تسكريني شي لون. وكيف ما قلت لكم الثمن 250 درهم. بالنسبه لبنات التوصيل راه كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه عبر شركه لوكس. الدفع كيكون قبل الاستلام، ما كنديروش بيمون على ليفريزون، كنديروا بيمون افون ليفريزون. علاش البنات؟ حيتاش كنتعاملوا مع الشركه تاع لوكس. الشركه تاع لوكس هكا كنخدموا معاها، كتجي كتاخذ عندنا امانه من هنا من باب المحل وكتوصلها لكم حتى لباب الدار. فيها بزاف ديال لي زافونتاج. اول حاجه انها سريعه، دغيا كتوصلك سلعتك مع شركه لوكس، ماشي بحال امانه صراحه اغلبيه كنلقاوها يا اما عندهم شي مشكل سادين يا اما السيستيم واقف. عاوتاني كديري كتعطلي بزاف، كديري الروتار ملي كتبقاي تسناي. شركه لوكس عمليه. حنا زعما صراحه منين بدينا وحنا كنديروا ليفريزون معاها مرتاحين الحمد لله، والناس اللي كيتعاملوا معنا وكيتيقوا فينا حنا محل يعني باينين. كتمشي لابون كنعطوك النيميرو دو كونت كتفيرسي فيه، وحنا بالدور ديالنا كنصيفطوا لك الامانه ديالك كتوصلك لباب الدار. كتصيفط لنا الاسم كامل العنوان ديالك كتوصلك الامانه ديالك حتى لباب الدار. بالنسبه لبعض المدن اللي كنتعاملوا مع امانه بحال الصحراء، كنقدروا نصيفطوا في امانه. العيون الداخله بحال هاد المدن كنصيفطوا لهم في امانه باش تكون كلشي الامور واضحه، حيت كيوصلوني استفسارات بزاف في الواتساب. كيفاش كتصيفطوا؟ واش حتى كتوصل لي السلعه عاد كنخلص؟ واش كنخلص قبل؟ ديك القضيه البنات ديال تتوصلك السلعه عاد كتخلصي ما دايرينهاش حنايا صراحه. تقولوا لي علاش ما مسلكناش؟ ماشي كلشي معقول البنات، مع كامل احتراماتي نتوما راكم عارفين ماشي كلشي معقول. يعني بارفوا بدينا مع واحد الشركه كتوصل لك حتى لباب الدار بيمو على ليفريزون، مي بزاف اللي ما كيهبطش، كاينه اللي كتنعس كتخلي التليفون. دونك تيتجمعوا لينا لي كوموند اللي كانوا محتاجينهم ناس اخرين. مثلا كتجي سيده المحل مثلا بغات هاد اللبسه هادي، حنا كنقولوا لها ما بقاتش على اساس انها اخر قطعه مشات سافرت، مشات صيفطناها لشي مدينه اخرى، فما بالك كدوز واحد الاسبوع كترجع لينا. ملي كنقول للسيده كتقول لينا لا راه ما كانتش، ولا كنت خارجه، ولا كنت في الحمام، ولا اي عذر. داكشي علاش الشركه تاع لوكس شركه زوينه، يعني حتى لا قدر الله الحاجه ما لقاوش مواليها كيعاودوا يرجعوا الغد ليه كيجيبوها لك. وكا وكاع ما كنتيش الغد ليه كيبقاو يعيطوا لك الى صافي. الا كانت عندهم لاجونس في المدينه اللي كتكوني فيها راه كيخليوها لك في لاجونس كتجي كتاخديها. بعض الشركات لا، من اين فوا ما كيلقاوكش كيردوها لك. هذا هو لافونتاج اللي كاين البنات. وندوز الموديل اخر مزيان شفت ولا لا البنات؟ ونبقاو مع هذا الموديل هذا. حتى هو توين وتا هو مريناه مع بونطالون في النوار. كتجي هاد لونسومبل زويونه كيف ما كتشوفوا رائعه، كتجي انيقه البنات. الستره والاناقه دائما مع ايمانور كيف ما كتشوفوا. لاكوب كتجي هكا دائما ايفازي، كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا. التوب ديالها البنات دومي سيزون، نخرب لكم باش تشوفوا. كيجي بحال هكا، كيجي زويون وكيجي لتحت ديالو سون مونش. وكتجي هاد لونسومبل فيها تروا كولور، فيها هاد اللون هذا وفيها الغوز، هذا هو الغوز ديالها. حتى الغوز ديالها كيجي رائع غزال غزال غزال. مازال الكاميرا ما عطاتوش حقه، كيجي رائع في اللبسه. وكاينه في هاد الدوغي هذا البنات، كاينين تروا كولور كيف ما كتشوفوا. وما هادو البنات اللي بغات شي حاجه تسكريني ومرحبا، غنخليو لكم رقم تليفون في الشاشه. ومرحبا الف مرحبا. والمقاسات راه كاينين فيها. وندوزو البنات الموديل اخر، وما تنساوناش البنات من لي جيم والبارطاج كيف ما ديما ما تبخلوش علينا. ومرحبا بالجميع، نبقاو مع هذا الموديل هذا. حتى هو رائع البنات، كيتكون من جوج ديال القطع كيف ما كتشوفوا. القطعه التحتانيه كتجي هكا سون مونش، وكيجي الفوق ديالها هكا، كيجي هاد لو غابيل هذا ديال التوب هنايا، كتجي بحال هكا. هادو هما الكتيفات ديالها. التوب ديالها هادي سخيخ، التوب ديالها
واعره واعره، ملي كتلبسيها كتحسي براسك سخونه بحال اللي لابسه شي مونطو صراحه. حسن بالنسبه اليوم كاين الجو بارد، لبست هذا بحسيت براسي سخونه، يعني هذه بوحدها قاضيه الغرض، ما تحتاجيش تلبسي مونطو صراحه. حسن هذه سخونه، هذه سخونه مقارنه مع اللي لبسنا قبل منها، اللي لبسنا قبل منها دومي سيزون، هذه سخونه صراحه. وهذه راه فيها البنات المقاسات الكبيره حتى 54 فيها البنات، وكيف ما كتشوفوا كتجي لاكوب ديالها دائما زوينه عريضه، يعني دائما لاكريشه على الجنيبات، وفيها لوينات غزالين البنات، لونين سيك فلون كاين فيها البنات. هذا اللون هذا لو جون موطان العشاق ديالو، وكاين فيها هاد الكوغاي بارد، هذا غيبان لكم بحال الا باج، هو ماشي باج، ها هو كيف ما هاد اللون اللي كتشوفوا دابا في الكاميرا، كتجي غزاله البنات. هادو هما ثلاثه اللوينات اللي كاينين فيها، كتجي رائعه. والثمن ديالها البنات بنات 250 درهم. اللوينات كيف ما شفتوا ثلاثه اللوينات كيحمقوا، ومازال ان شاء الله باذن الله يدخلوا فيها لوينات اخرين، غيدخل فيها الكري وغيدخل فيها ان شاء الله باذن الله الخزي، غيكونوا فيها خمسه اللوينات. دابا حاليا دخلات وعاودت، هذه هي لاغيفاج الثانيه ديالها في نفس اللوينات اللي كانوا البوردو، هاد لو جون موطارد وهاد اللون، كان عليها اقبال كبير، داكشي علاش غادي نعاودو ندخلوا لوينات اخرين ان شاء الله باذن الله. ما تجيو المحل تلقاو لوينات اخرين كاينين، الكري والخزي. وندوز الموديل اخر، البنات ونبقاو مع هذا الموديل، هذا محبوب الجماهير اللي كانت قاده ما كانتش بقى، وكنتو كتسناوه مده طويله بزاف تاع البنات اللي كيصيفطوا، بغاو هذا الموديل هذا لانه صراحه التوب ديالو سخون، لا ماي ديالو خطيره البنات سخون، ولا كوب ديالو ماشي بحال دوك التركويات ديال لا ماي اللي كتلبسيه كيلصق عليك، فهمتي؟ هاد لا كوب هادي كتجي رائعه، كيجي مطلوق، يعني لا ماي تبارك الله توب وافي كيلبس، وفيه المقاسات البنات المقاسات الكبيره حتى 54 غيتبرعوا وما غتبان حتى شي حاجه. الكريشه على الجنيبات دائما كيف ما كتشوفوا لا كوب، ها هي البنات، يعني فاش كتبغي تلبسي تريكو ديال لا ماي كنا كنبغيو ندفعوا فيه كتلقاه يلصق لك على الكرش، يلصق لك على كيبين كلشي، مي هذا العكس، هذا ما كيبين حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا، كيجي مطلوق البنات تلبسيه وانت مرتاحه، تلبسيه في كامل الحريه ديالك، منها سخونه دافيه ومنها لابسه شي حاجه مستوره ومطلوقه، كيجي انيق انيق لا ماي على شكل جبادور، كيجي بهاد التشويشيات بحال هكا كيف ما كتشوفوا. لا كوب ديالو رائعه البنات، والتوب ديالو سخيخن كيف ما كتشوفوا، سخون زبيون صراحه، حتى هذا بوحدو بوحدو في هاد الوقيته هذا كافي البنات، هذا تلبسي حتى الربيع كيجي غزال البنات. انا شخصيا من عشاق هذا الموديل هذا صراحه، لانه فعلا شي حاجه رائعه كتلبسيه وانت مرتاحه. الثمن ديالو البنات 180 درهم، 180 درهم، وفيه المقاسات كيف ما قلت لكم حتى 54، يعني كلشي غيتبرع، الرشيقات والدبيديبات كلشي غيلبس مع ايمانور. البنات نبقاو مع هذا الموديل ديال القميجه، كتجي رائعه البنات، ديجا كان عندنا بحال هذا الموديل هذا، غير هو كان طويل ديالو، كان طويل ديالو، هذه قصيره كتجي هكا عند الركبه، هذه قصيره مقارنه مع الاخرى، ولكن هي راه ما شاء الله راه طويله، الطول ديالها زوينه البنات، وكتجي سخيخنه. هاد الثوب هذا غني يعني التعريف، راه كيجي سخون، كتجي رائعه البنات، الكارو ديالها زويون، المقاسات ديالها حتى هما زوينين البنات، كاينه من 42 حتى ل 50، حتى ل 50 البنات، كتجي حتى هي غزاله مع التشينات مع سروال طيق، كتجي رائعه مع كلشي، قميجه كتلبس مع اي حاجه كتجي رائعه. والثمن ديالها البنات فيها ثمن زوين اللي هو 150 درهم البنات، بلاصه 180 درهم اولا 200 درهم، ضبطناها 150 درهم، كمية محدودة البنات، هذه كمية محدودة، والثمن 150 درهم اللي نستاهلوا عليه لي جيم والبارطاج البنات، ما تنساوناش وما تبخلوش علينا. وندوزو الموديل اخر، وكاين البنات هذا الموديل هذا ديال سيرفيت،
كتجي زويونه البنات، كتجي 3 بياس فيها التحتاني ديالها تيشيرت في الابيض. هذه البنات راه فيها لي طاي من سمول حتى الاكس، حتى الدوبل اكس ال عفوا، هي حتى الدوبل، حتى الدوبل اكس ال هي اللي لابسه انا الدوبل. بالنسبه ليا انا رجعتني شويه مزيره كيف ما كتشوفوا، ما فيهاش الطروه البنات، حدا حد الدوبل ما فيهاش طروه اكس ال، يعني حدا حد طاي 44. اكبر مقاس هو 44 واصغر مقاس هو السمول ياك كيف ما كتشوفوا. كتجي غزاله البنات، السروال ديالها كريب، التوب ديالها كريب، كتجي رائعه، كتجي هكا مرضه، فيها بزاف تاع اللوينات. ممكن ديري معها شال في الصفار، ممكن ديري معها الباج، ممكن ديري معها الخضر فاتح، بزاف اللوينات بالنسبه للمحتجبات. انا اختاريت مع هذا الشال هذا في الخزي كيف ما كتشوفوا، راه فيها شويه ديال الخضيضر، كتجي رائعه البنات، لويناتها زوينين. كاين فيها هذا اللون هذا الاسود، وكاين فيها هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا. كيجي البنطلون ديالها بالطابع بهذا اللون هذا، حتى هذا اللون كيجي رائع في اللبسه، انا من عشاق هذا اللون صراحه، كيجي غزاله البنات. هادو هما جوج اللوينات اللي فيها، وكيف ما قلت لكم المقاسات من سمول حتى الدوبل اكس ال. هانتوما البنات، السروال ديالها كيجي مطلوق، ما كيجيش قابط، ما فيهش لابوند لتحت، كيجي عادي مطلوق، يعني حتى السروال نوار سامبل كتقدري تستغلي مع شحال من حاجه. والثمن ديالها ثمن مناسب اللي هو 250 درهم البنات، 250 درهم البنات. ونبداو في القبيات، كاينه هاد القبيه هادي كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه البنات. هادي راه دائما كتكون كتجي وكتمشي شي حاجه غزاله، فيها الجيب ديالها، الجيب ديالها كبار، كتقدري تلبسيها مع التجينات، كتقدري تلبسيها مع سريولات عاديين يعني. هاد اللون هذا حتى هو غزال فيها، وفيها لوينات اخرين، فيها هاد اللون هذا اللي لابسه انا، وفيها هاد الفيولي هذا، وفيها البلو، هاد البلو هذا فونسي، وفيها النوار كيف ما كتشوفوا. مازال فيها لونات اخرين غادي يدخلوا ان شاء الله، كاين فيها مازال لونات اخرين كيف ما كتشوفوا. كتجي دائما ما فيهاش البنات هذه المقاسات، هذه كتجي ستوندار، ولكن راه كتلبس من 42 تقريبا حتى ل 50، 50 راه تجيها مخيره كاع. انا كنلبس 46 وها هي راه عريضه عليا كيف ما كتشوفوا، كتجي لا كوب ديالها كتلبس بزاف المقاسات، كتجي رائعه فيها القبيب ديالها ديالها، كتجي غزاله. والتوب ديالها مونطوني، مونطوني زوين دافي كيف ما كتشوفوا، التوب ديالها مونطوني غزاله هذه. وكيف ما دائما لا كريشه لا جنيبات، وفيها البنات ثمن مناسب اللي هو 130 درهم، 130 درهم. وغندوزو الموديلات اخرين في القبيات البنات، بقاو معنا، كاينين تشكيلات واعرين غزالين صراحه، وفيهم الكرون تاي، يعني ماشي هذوك القبيات اللي حدهم دوبل اكس ال وصافي سالينا، لا لا، كاين العبارات دائما، ايمانو راه معروفين بالعبارات، كاينين جميع المقاسات كاينين البنات. بالنسبه اللي خارج كازا غير يتواصلوا معنا، يصيفطوا لنا المقاسات ديالهم، دائما يحاولوا يصيفطوا ربع ديال هكا ربع، ويصيفطوا الدوره تاع الكرش، ويصيفطوا العبار ديال الكتف، باش كلشي يجيهم هو هذا. وغادي نوريكم واحد لاستيوس بالنسبه البنات اللي ما عندهمش سنتيم باش ياخذوا العبار، غتاخذوا صمطه، غتاخذوا البنات صمطه، صمطه عاديه غتاخذوا بها العبارات، مثلا الكتاف مثلا غتاخذوا العبارات، مثلا انا صبعي حطيته هنا، غادي نحطو فوق الطبله، نحطو الصمطه فوق الطبله، وغنجيبوا المسطره العاديه، المسطره ديال ولدك، ديال وليداتك في الدار، المسطره العاديه، وغتعبري العبار اللي خرج لك المسطره راه هو هذاك العبار. هاد لاستيس هادي راه بالنسبه لي ما عندهاش سنتيم، دير هاد لاستيس هادي راه زوينه، وكتخرج لك العبار هو هذاك. وندوزو البنات الموديل اخر، وما تنساوناش من لي جيم البنات. ونبقاو مع هاد القبيه هادي رائعه البنات، شي حاجه توب توب توب، منين نقول لكم البنات شي حاجه توب عرفوها راه توب البنات، غزاله غزاله غزاله. لا كوب ديالها حتى هي كتجي اوفر سايز البنات، شي حاجه مستيليه، تلبسيها في الويكاند، تلبسيها شاك جوغ،
بالنسبه للبنات اللي خدامات وكيخصهم ضروري يكونوا دائما لابسين الكلاس، هذه راه زوينه السبت والحد هكا الواحد يلبسها مرتاحه وسبور. وتا هي دائما لاكوب ديالها لا كريشه لا جنيبات، لاكوب ديالها اوفر سايز وكتجي مطلوقه البنات كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله. لي مونش ديالها راه زوينين كيجيو هما هذوك، وفيها لوينات رائعين وفيها ثمن مناسب البنات، فيها ثمن رائع اللي هو 170 درهم البنات، 170 درهم. وكاينين لوينات كيحمقوا فيها اللوان، ها الموف البنات العاشقات هذا اللون البنات، ها هو غزال الموف حتى هو. تلبسيه مع سروال كحال مع بياض مع تجينات مع سروال فنوار تجي واو ما تذكروش عليها، ملي تلبسيها مع سروال فنوار تجي خطيره البنات. ها الغوز ديالها البنات، هذا الغوز هذا الموف، غنحطهم لكم حدا بعضياتهم باش تشوفوا الفرق. وكاينه البنات المارون ديالها، ولا نقول لكم لو جون موتار تقريبا ياك، ها هو البنات جا واحد اللون زوين حتى هو البنات. هذه راه دخلات وعاودت دخلات، ودابا دخل فيها حتى هذا اللون هذا، لا هذا الموف هذا هو اللي دخل البنات، هذا هو اللون الجديد فيها هو الموف. والثمن ديالها البنات غير 170 درهم البنات، 170 درهم. قبيه سخونه، الثوب ديالها كشمير سخون صراحه، غير اللي ما بغاش يتبرع. رائعه رائعه صراحه زوينه. وحتى تقولوا لنا البنات كي جاتكم في التعاليق، وكنشكركم كنشكركم على التعاليق دائما ديالكم زوينه والايجابيه، واللي دائما وكنشكركم على التفاعل ديالكم، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معنا. وندوز الموديل اخر، وفي اطار القبيات شي حاجه غزاله طوب طوب حتى هي ما تذكروش عليها، قبيه رائعه في هذا المارون، هذا مارون شوكولا اللي قليل فاش كنلقاوه، حتى هو كيكون قليل شويه، مازال الكامل كنلقاوه. هذا المارون هذا كيجي خطير صراحه، كيجي رائع، كتجي هكا بالسنيسله كما كتشوفوا بالسنيسله، كتجي بهاد الجياب هنايا، وكيجيو فيها الجياب هنا لتحت بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الجياب، هذه راه فيها الجياب، والطول ديالها مقبول، كتجي لاكوب ديالها بحال هكا شي حاجه طوب البنات. وفيها المقاسات، فيها المقاسات من 42 حتى 52. بالنسبه للمقاس اللي لابسه انا هو مقاس 46، شي حاجه غزاله كتبان بحال الا سيرفيت، وهي ماشي سيرفيت، البنطلون دائما اللي فيه فتيحه في الجنب اللي كيمشي كلاس وسبور كنوريه لكم دائما، كيجي غزال في هذا المارون هذا مع القبيه. جات لبسه رائعه صراحه، فيها جوج الوان، فيها هذا اللون هذا، هذا اللون هذا، وفيها النوار. شفتوا كيفاش كتجي، فيها المارون وفيها النوار، كتجي غزاله. حتى هاد النوار هذه تلبسيها مثلا مع بونطالون في النوار اللي بحال هذا فيه فتيحه في الجنب، غتجيك بحال لا سيرفيت، غتجي رائعه. وفولار في النوار اولا في الكري بالنسبه للمحتجبات دائما، كتجي غزاله يعني مستوره وزوينه. وميم طون هذه راه التوب ديالها سخون، راه بحال اللي لابسه مونطو، التوب ديالها كيجي مبطن، كيجي مبطن من الداخل، التوب ديالها كيجي سخون كيجي وكتجي هكا بلاستيك من هنا، لاستيك ديالها رطب، كتجي مريحه صراحه في اللبسه. وكيف ما قلت لكم غادخلوا فيها المقاسات حتى 52، بالنسبه لهذا غير المقاس 50. راه شوفوا العرض قداش، راه كيبان العرض قداش. كاينه واحد القطعه اخرى في لون اخر، ولكن بقات قطعه واحده غنوريها لكم، بقات قطعه واحده هاد اللون هذا، بقات فيه قطعه واحده كيف ما كتشوفوا، هذه راه قطعه 52. كيما كتدخل هاد القبيه هذه راه كتخرج، كيما كتدخل كيما عليها اقبال كبير، كلشي كيبغيها صراحه، ولكن راه صراحه انيقه وفي نفس الوقت سخيخنه، يعني كتلبسي شي حاجه سخيخنه وانيقه ومرتاحه فيها. كيف ما كنقول لكم دائما الستره والاناقه هي احسن حاجه، تكوني مرتاحه، حويجات دافيين سخيخنين وفي نفس الوقت زوينين، كتجي رائعه. وندوز الموديل اخر البنات، ومخا مع هذا الموديل ديال الشيميزه اللي كتجي طويله، هذه البنات راه بالنسبه للبنات، بالنسبه راه ديال جميع الاعمار،
حتى بالنسبه للبنات راه كيلبسوها محلوله مع تي شيرت وجين كتجي واعره. بالنسبه لنحن المحجبات كتجي هكا مسوده زويونه، حتى بالنسبه مع شي حاجه طويله من التحت راه تجيك محلوله، يعني ما كاينش المشكل، ما كاينش حتى شي مشكل نهائيا. كيجي الطول ديالها طويله، هذه عاوده دخلت لان الاغلبيه البنات كتبغيوها. كيجيكم هذا الزرق ديالها بحال التوب ديال الجين، يعني عمليه كتلبسيها مع كل شيء مع كاع الالوان، يعني كتجي بحال ديال الجين. الجين كتلبسيه مع كل شيء، كتجي مستيليه البنات. ولافونتاج اللي فيها هو انها سخيخنه على الجين، كتجي رائعه البنات وفيها ثمن زوين. عاودنا دخلناها لكم ثمن زوين اللي هو 180 درهم البنات، 180 درهم قميجه طويله. شفتوها كيفاش كتجي؟ كتجي رائعه البنات، غزاله. فيها هنايا الجياب، فيها هنايا الجياب ديالها. وندوز الموديل اخر البنات، قوم مع هذا الموديل هذا ديال المونطو الرائع البنات، شي حاجه غزاله البنات، شي حاجه طوب 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 البنات، رائع رائع رائع. كيجي في هذا البلوسيال هذا، وفيه اللون الثاني ديالو هو الكري. موديل روعه هذا البنات، كيجي غزال، كيجي فيه القبيب ديالو كيف ما كتشوفوا، كيجي القبيب ديالو كبير، وكتجي لاكوب ديالو واعره البنات. من الموديلات الزوينين اللي كيبقى كل عام هذا الموديل، هذا ما كيديموداش، كيبقى دائما دارج على الموضه، كيبقى دائما زوين البنات. كيف ما كتشوفوا كيجيو لي بوطون ديالو هكا مغلفين من نفس اللون ديالو. هذا اللي لابسه انا دابا اللون ديالو هو البلوسيل، بلوسيل كيف ما كتشوفوا، خليته مع الجين نيت، مع الجين هكا سامبل دغوا. الحزام ديالو بالنسبه اللي بغات تحزم الحزام راه كتحزمو. بالنسبه للبنات اللي بغات تحزم الحزام راه كدير الحزام، اللي ما بغاتش راه كتخليه بحال هكا، كدير ليه ديك لاستيس ديال كتدخلو بحال هكا وكتعاود تردو، كيبقى قاب في بلاصتو، كيبقى عاطي منظر زوين. كاين فيها البنات هذا اللون هذا، وكاين فيه الكري، الكري ديالو حتى هو كيجي رائع البنات. ها نتوما البنات القبيب ديالو كيفاش كيجي، كيجي القبيب ديالو كبير، كيجي مستيلي مستيلي، يعني كيجي واعر، كيجي مستيلي البنات. لاكوب ديالو ايفازي كيف ما كتشوفوا، كيجي وصديفات مغلفين. وفيها البنات المقاسات فيه من 42 حتى 52 كيف ما كتشوفوا. هذا البنات الكري ديالو هذا، وهذا البلوسيال، وكيبقى الثمن ديالو البنات 350 درهم البنات، 350 درهم. مونطو رائع كيف ما كتشوفوا، بالدوبلور، والدوبلور ديالو كيف ما كتشوفوا كيجيها بالدوبلور ديالو حتى لتحت، والثمن 350 درهم. وندوزو الموديل اخر البنات، نبقاو مع هذا الموديل هذا ديال دودون، شي حاجه رائعه البنات. كيف ما كتشوفوا المميز في هذا الدودون هذا هو انه كيجي طويل حتى لتحت، يعني هذا الموديل هذا قليل فين كنلقاوه طويل حتى لتحت، يعني كل كيسخيخنا كيجي مستيلي وكيجي زوين، لا بالنسبه للمحجبات لا غير المحجبات، مستيلي وكيجي زوين سخيخ. انا البنات ها نتوما البنات شفتوا كيفاش كيجي عن قرب، كيجي رائع البنات، سخيخن سخيخن فريمون سخيخن. وفيه لوينات رائعه، وفيه البنات القبيب ديالو بصديفات كيف ما كتشوفوا، اللي بغات تخليه كتخليه، اللي بغات تحيد صديفات راه كتحيد صديفات. كيجي رائع البنات، تقدروا تلبسوه مع لي بوط، انا خليت نفس الجي اللي كنت لابسه ولبست عليه الدودون. كاين فيه هذا اللون هذا، كاين فيه المارون، وكاين فيها البنات الاسود، الاسود ديالو، وكاين فيه الخضيضر. المقاسات ديالو حتى المقاس 50 ياك، مناش 52، من 42 حتى 52 البنات عفوا. وكاين فيه حتى البوردو البنات، دابا حاليا ما بقاش عندنا، لا غيفاج اللي دخلات ما دخلتش فيها البوردو، ولكن ان شاء الله باذن الله غادي يكون. ما تجيو نتوما تشوفوا لا فيديو حتى يكون حتى البوردو، يعني اللي بغات تكوموندي البوردو تقول لنا غير المقاس ديالها راه كاين ديسپونيبل. وكيف ما قلت لكم اللي بغات تشوف البوردو كيفاش كيجي وكيفاش كيجي ملبوس، دخل عندنا القناه ايمانوار ودخل الفيديو ديال لي دودون غادي تلقاهم ملبوسين. الثمن ديالهم البنات قبل ما ننسى، الثمن ديالهم 380 درهم، ثمن رائع البنات، ثمن غزال. دودونه طويله حتى لتحت، مقاسات حتى ل 52 ب 380 درهم، كنظن هذا الشيء ما كاينش الا في محل ايمانوار. دائما تحطيم الاسعار دائما، اللوينات كلهم كيف ما شفتوا كيحمقوا، والثمن دائما المناسب. ايوا شجعونا البنات بالتعليقات ديالكم الزوينه بحالكم، ومرحبا بكم. نبقاو مع هذا الموديل هذا ديال لي مونطو، شي حاجه رائعه.
كيفما كتشوفوا كيجي غزال، فيه سطيفات بجنب، كيجي واعرين البنات غزالين. السده ديالو كتجي سهله بهاد لاستيك هذا مع سطيفات، كيجي شي حاجه مبدله مختلفه على المونطوات اللي كنشوفوا. موديل غزال وفيه جيب كبير بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الجياب، راه كاينين فيه، كيجيو زوينين البنات كيفما كتشوفوا، كيجي رائع. وفيه شحال من لون، وفيه ثلاثه لوينات، فيه هذا اللون هذا، وفيه الكري. ها هو الكري ديالو كيفاش كيجي، حتى هو كيجي خطير، كيجي غزال الكري، كيجي واعر البنات. وكاين فيه النواغ، ودائما القبيه بغات يكون بواحد صديفات، بواحد صديفات باش الا بغيتي ديريه كديريه، بغيتي تحيديه كتحيديه. كيجي غزال هذا المونطو هذا، وفيه ثمن مناسب اللي هو 300 درهم البنات. هذا الثمن البنات راه بريسك الثمن ديال لايفاج ديالو، يعني هذا المونطو هذا درناه لكم سولد باش كلشي يستافد من المونطو. نورمالمون بلاصه 450 درهم درناه لكم ب 300 درهم. كيف ما قلت لكم هذا راه بريسك البري ديال لايفاج ديالو باش كلشي يستافد. شي حاجه رائعه والثمن مناسب اللي هو 300 درهم. وندوزو لموديل اخر، ونبقاو مع هذا الموديل هذا، كيجي خطير حتى هو، شي حاجه طوب طوب البنات، وفيه ثمن مناسب حتى هو. كيف ما قلت لكم عندكم هذا المونطو، المونطو اللي قبل منه، هاد المونطوات البنات الكود كور ديال الحلقه، شي حاجه خطيره والثمن مناسب. كشمير خطير، سخونيه رائعه، نفس الثوب نفس الخدمه، غير الموديل اللي مبدل. هذا كيجي بالصديفات بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكيجي بالطرزه رائعه البنات، موديل خطير البنات كيف ما شفتوا، كيجي بالطريزه هكا. لاكوب ديالو كتجي ايفازي، يعني كاين العرض في التحت بالنسبه للبنات اللي كيبغيو شي حاجه مطلوقه من هنا، كتجي فيه الطريزه هنايا في لي مونش، كتجي انيقه. وكيجيو فيه الجيب ديالو البنات، كيفاش كيجيو الجيب، كيجيو سنيسله، كيجيو عباره عن سنيسله، يعني كتسديهم وكتحليهم، شي حاجه غزاله البنات. والجيب ديالو ها هما البنات، كيجيو رائعين، جيب كبار، يعني واخا تخشي شي حاجه وتسدي بالسنسله. البنات بزاف اللي كيبغيو الجيب في لي مونطو، كيجي رائع صراحه. والثمن ديالو حتى هو 300 درهم باش كلشي يلبس وكلشي تبغى. والمقاسات من 42 حتى ل 50، هي 50 ولا 52، حتى ل 50 البنات. هذا الموديل هذا كاين فيه هاد لو جون موطارد العشاق، هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا. وكاين فيه البلوروا العاشقات البلوغوا، كيجي حتى هو رائع في اللبسه. وكاين فيه هاد الخديدر هذا، هاد الخديدر بارد اها. وكاين فيه هذا الباج، هذا الباج هذا ديكاردي ديال هذا، شويه فاتح لي كيف ما كتشوفوا، حتى هو زبيون صراحه. كاع اللوينات زوينين، كيبقاو الاذواق والالوان لا تناقش. وندوزو الموديل اخر البنات، وكاين هذا الموديل هذا، موديل رائع. وكاين هذا الموديل هذا ديال الجلباب، موديل غزال صراحه، طوب 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 واعر، شي حاجه طوب. راه ديجا كان عندنا لاغيفاج الاولى ديالته دازت، ولاغيفاج الثانيه، وهذه لاغيفاج الثالثه، كيتبدلوا غير الالوان. لاغيفاج الاولى كان فيها الغوز والكاميل، لاغيفاج الثانيه كان فيها النوار والطابه، وهذه لاغيفاج الثالثه دابا ديالو دخل في هذا الخضر هذا، ودخل في الباج، كيجي رائع كيف ما كتشوفوا، كيجي غزال. هاد الطريزه هذه اللي كاينه هنايا، كاين لو رابيل ديالها في لي مونش، كتجي الطريزه كتجي بالباج، يعني ممكن ديري ليه غير شال اوني في الباج يجي واعر، يجي غزال. انا غير درت هاد الفولار هذا، فيه 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 اللوينات وفيه اللون ديال الجلباب في هاد الخضر ملكي، كيجي غزال. هاد الخضر ملكي انيق 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 جدا زوين، فيه ان لاكوب ديالو كتجي كيف ما كتشوفوا، لاكوب خطيره، كيجيو فيه الجياب، كيجي بالسنسله براتيك، يعني ساهل باش كتلبسيه، شي حاجه رائعه. وفيه ثمن مناسب البنات اللي هو 300 درهم. والمقاسات ديالو كيلبس من 42 حتى 52، فيه بزاف ديال المقاسات. واللون الثاني ديالو هو هذا،
اللون الثاني ديالو هو هو البيج، وفيه الخدمه هكا بالمارون كيجي رائع. حتى هو حتى هو الا تلبس مع شال في المارون مثلا اولا شي شال هكا امبريمي ولا فلوري يجي رائع، يجي غزال. كلشي اللوينات ديالو زوينين صراحه. والثوب راه فودان، هذا الثوب ديالو فودان كيجي رائع صراحه، غزال غزال صراحه كيجي رائع. وندوز للموديل اخر، وكاينه هاد التونيكا العجيبه لا كريشه للجنيبات، حتى هي تونيكا رائعه كيف ما كتشوفوا، كتجي غزاله كتجي رائعه. لا كوب ديالها هكا كتجي مطلوقه بالنسبه لنساء الحوامل، راه تجيهم عندك نساء الحوامل، والمقاسات الكبيره كتجي شفتوا العرض قداش عريضه مريته معها السليوي اللي فيه افتتاحه، اللي دائما ديسپونبل عندنا في المحل في جميع الالوان. والمقاسات كيف ما تنقول لكم من 38 حتى 52، وكيتيري يعني كيلبس كيجي رائع، وكتلبس كلاس وسبور. يعني مثلا انا لابسه هذه البيسه نحيد الزبابات، لبس لي زيسبادغي ما كاين حتى شي مشكل، كتبقى البيسه هي هذيك. وهذه راه فيها اللوينات، فيها اللوينات ديالها، غنحاول نصورهم ليكم. كتجي غزاله حتى هي سخيخنه، كتجي فيها هذه القطعه هنا باش كتعطي الفوليوم. والمقاسات البنات راه فيها المقاسات حتى المقاس 56، هذه حتى المقاس 56 كاين في هذا الموديل، وكاين في موديلات اخرين. بالنسبه لهاد لي تونيك هكايا اللي كيجيو لا كوب لا كريشه للجنيبات وكيجيو كبارين وفيهم مقاسات حتى 54 56، راه ديسپونبل عندنا في المحل دائما، راهم غتلقاوهم ديسپونبل عندنا في المحل. يعني اللي بغات شي حاجه تواصل معنا في الواتساب، راه نوريوها شنو كاين، حيت دائما تيكون الجديد، دائما تيكون الجديد، دائما تيكونوا اللوينات جداد موديلات جداد، ودائما نفس لاكوب داكشي علاش كنقول لكم غير تواصلوا معنا ونقول لكم شنو كاين. بالنسبه اللي بغات هذه البنات دير لها سكرين، وراه فيها اللوينات، فيها الخضيدار، فيها لو جون موطارد، فيها المو، فيها الزريرق، فيها بزاف اللوينات. هذا الغوز ديالها، هذا غالب عليه الغوز، كتجي رائعه. والثمن ديالها ثمن رائع اللي هو 180 درهم. دائما الاثمنه جد جد مناسبه باش كلشي كيلبس وكلشي كيتبرع. وكاينه هاد السيرفيت هادي كتجي شي حاجه رائعه، شي حاجه غزاله، ما لبستهاش لكم لانها صراحه كتلبس غير المقاسات الصغيره هما اللي غتستافدوا منها، هما اللي غيستافدوا من هاد السيرفيت هادي، من سمول حتى الدوبل اكس ال. انا بالنسبه لي كنلبس الطويل، الدوبل جاتني مزيره، يعني كتلبس مقاس ديالها لا اقل ولا اكثر. اللي كتلبس ال كوموندي ال، اللي كتلبس اكس ال كوموندي اكس ال، يعني كل مقاس كيلبس المقاس ديالو بالضبط. واللي بغات هوا فيها شويه تكوموندي طيكبر منها، كتجي غزاله وفيها اللوينات رائعين. كاين فيها هذا الكري هذا بالبونطالون كيجي كري، وكاين فيها هذا البلو بالبونطالون في البلو، وكاين فيها النوار بسروالها في النوار. غنحاول نخليها لكم لابسها العريضه الاصليه ديالها كيفاش كتجي ملبوسه، وفيها ثمن رائع ومشجع. بلاصه وحده غتقدي جوج وثلاثه، ثمن غير 199 درهم، غير 199 درهم. كلشي لبس، والمقاسات من سمول حتى الدوبل اكس ال، يعني هاد سمول ميديوم لارج اكس ال والدوبل، الدوبل هي طي 44. ومرحبا بكم البنات. وندوز لواحد الموديل اخر، حتى هو غنخليه لكم ملبوس. وكاين هذا الموديل هذا كاين فيه جوج تلوينات، في هذا الفيغ او وفي هذا الخضيره غامق شويه، صراحه كيجي رائع كيجي غزال صراحه. هذا الفيغ او كيحمق، حتى هو كيجي خطير في اللبسه، كيجي خطير في اللبسه، كيجي مبهج. وهذا اللون غامق شويه على هذا، وفيها المقاسات حتى هي من سمول حتى الدوبل اكس ال. غنوريكم كيفاش كتجي ملبوسه لبسها العريضه، ولكن راه ما كاينش داك اللون اللي لبسها العريضه، ما كاينش، كاين غير في هاد جوج الالوان حاليا، هادو هما الالوان اللي متوفرين. والثمن ديالها حتى هي 199 درهم. نعت الى المحل البنات، حنا في شارع دو مارس، هادي كليه الاداب على اليسر، على اليسار ديالنا حنا كاينه كليه الاداب كيف ما كتشوفوا، وحنا في شارع دو مارس، في شارع دو مارس الاخر ديالو
الجهه اللي كتقاطع مع شارع القدس اللي طالع من المدينه وطالع من مرس السلطان، هذا الاخر ديال 2 مارس. وحنا حدا كافي كيوتو، بالضبط كافي كيوتو راه معروفه حدا هاد الطاكسيات البيضين كيحطوا اللي كيطلعوا من المدينه، اللي كيجيو من درب السلطان، اللي كيجيو من شارع الشجار، اللي واللي كيديو لسيدي معروف معروفين هاد الطاكسيات البيضين ديال شارع القدس. البنات غادي تشوفوا الفيديو، الفيديو مصور، النعت اللي مصور قبل من الاشغال، قبل من لي ترافو اللي كاينين في الشارع. كيف ما كتشوفوا حنا مازالين في شارع القدس، كتمشي ومع شارع القدس. البنات راه النعت تاع الفيديو قصير، يعني ميم با واحد جوج دقائق، ولكن غادي تعرفوا تجيو بلا ما تحتاجوا لا لوكاليزاسيون لا حتى شي حاجه. حنا مازلنا في شارع القدس، كاين على اليسار ديالنا قاعه المراسيم، وزدنا ماجوريل، زدنا المدارس اللي كاينين. دابا وصلنا للفيروج اللي غندورو معاه كيف ما كتشوفوا، تاكوس دي ليون، جويل، يعني جي اش، فراغولا، هاد لي ريستورون مجموعين فواحد البلاصه معروفه، هاد لا زون هادي معروفه. حنا الفيروج غيتطلق دابا، غادي ندورو عليه دينا لي من رونو، راه كتبان لكم راه هي في الطرف الاخر من الشارع في الجهه الاخرى. حنا كنبقاو دائما في الشارع على اليمين ديالنا كندورو، كتبان لكم القهوه ديال الحوت راه هي لا كاسا ديال بيسكاو. حنا في الزنقه هادي، هاد الزنقه هادي اللي كتشوفوا، حنا مورا هاد الريستورون ديال الحوت اللي دزنا من حداها دابا، اللي كتبان لكم على اليسار ديالكم فين كتشوفوا. ها هو كيف ما وريتكم هاد السهم هنا بالضبط هنايا في هاد الزنقه هادي اللي جا في الطوموبيل راه غير ستاسيوني، وها هو المحل ها هو على اليسار ايمانور. ومرحبا بكم جميعا، ونتمنى النعت يكون هو هذاك ويكون وصلكم حتى المحل.